رمضان من فلسطين. مدفع الإفطار. مثلما كان فانوس رمضان عنوان ديباجة الاستقبال الرمضاني في البلدة العتيقة بالقدس مد البصر، ظل مدفع الإفطار عنوان متن التقليد على صفحة اليوميات الرمضانية ملء السمع. عرف المدفع طريقه التاريخية إلى المدينة المقدسة في نسختي عرض رسميتين، عثمانية وأردنية، هذه في الخدمة بتصرف، وتلك أحيلت إلى المعاش إرشيفاً على بلاط المتحف الإسلامي بالمسجد الأقصى. نسخة الإهداء العثمانية أرسلتها الدولة العالية هدية تتشرف براحة عائلة صندوقة التي جعلتها كلمة باقية في عقبها لم يصرمها انفراط عقد السيادة الرسمية الإسلامية. أما النسخة الهاشمية قيد التشغيل فقد احتفظت مع الذمة العائلية بشكلها التراثي دون المضمون، مع فواصل مضارة حشوها التنغيص الذي بدأته سلطات الاحتلال بالتصرف في نوعية الوقود المستعمل، حيث أكراد آل صندوق سدنة مدفع الإفطار على استبدال البارود بقنابل صوتية ليتحول الدوي إلى فرقعة، ثم ليمهد الاحتلال لعملية الإجهاز الأخيرة بدعوى تعكير صفو المستوطنين، ممنياً نفسه بالقضاء المبرم على التقليد المتجدر الذي انتقل من القاهرة إلى القدس عبر الزمن. ووفق موروث الرواية التراثية بدأت عملية إطلاق مدفع الإفطار صدفة لا قصداً، عندما أراد السلطان المملوكي خشقدم إجراء تجربة اختبار على مدفع أهدي إليه، فصادفت عملية الإطلاق التي انتبذ بها من مركز العاصمة مكاناً قصياً، صادفت موعد أذان المغرب في أحد أيام شهر الصوم لتهرع جموع الشعب في اليوم الرمضاني التالي إلى قصر الحكم تشكر للسلطان أجر ما أحدثه من بدعة إعلان حسنة. رمضان من فلسطين.